أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة يا أخي. الرياضي أبو غازي والأولمبياد وما أدراك الرياضي لوس أنجلوس، هذه طبعا 28 أبريل 1984 ما شاء الله عليك، وين سماء الخليج مليئة بالنجوم. صحيح، مبروك السعودية وقطر إلى الأولمبياد. خرجت الكويت والأمل بالعراق، والعراق تأهل. إيه، هذه طبعا صور محمد هام وحسين سعيد، هذا الأول أعتقد شايع، يمكن هذا شايع النفيسة، هذا لاعب الكوكب. إيه، ومحمد دهام وحسين سعيد، حسين سعيد نجم الشرطة. إيه؟ الطلبة طلبة. إيه، طبعا الكل يعرف أن منتخب السعودي تأهل بطل مجموعة، وقطر بطل مجموعة، ولعب منتخب العراق ثاني المجموعة مع ثاني المجموعة منتخب الكوري، وفاز بهدف خرافي، هدف صاروخي لا يصد ولا يرد، حرز الكابتن عدنان درجال يمكن من منتصف الملعب، هدف لا زال مخلد في ذاكرة عشاق المنتخب العراقي. نعم، في العراق وأيضا في الخليج. شايك ناخذ من هنا وهناك، من هنا وهناك. يلا، أول شيء سمو ولي عهد الشيخ سعد العبد الله السالم، سمو ولي عهد يشكر لاعبي منتخبنا. اتصل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد عبد الله السالم الصباح هاتفيا بالشيخ فهد الاحمد يستفسر ويطمئن عن احوال وفد الكويت واللاعبين، وحمل سمو ولي العهد تحياته وسلام الخاص لجميع اعضاء الوفد من لاعبين واداريين، وشكر الجميع على الروح الرياضيه العاليه. طبعا في خبر ثاني، فيلا سيارتين مرسيدس الزياني، كاتبين وسيارتا مرسيدس. صح، للزياني. تبرع رجل أعمال سعودي بفيلا جاهزة لمدرب المنتخب السعودي خليل الزياني بمناسبة نتائج اللي حققها المنتخب على يديه، كما أهدى المواطن السعودي سلمان المنديل سيارة مرسيدس 500 SEL موديل 84 للزياني. أوه، هذا عاد يستاهل، تحكي وقتها 500 SEL. صحيح. وكان الأمير السعودي تركي بن سعد بن محمد بن عبد العزيز قد أعلن عن إهداء المدرب الزياني سيارة مرسيدس أيضا، فسيارتين مرسيدس وفيلا جاهزة. صحيح، مشروعه طبعا من أفضل المدربين القادم المنتخب السعودي. أقول لك شغلة، زياني درب الاتفاق، أخذ معاه الدوري، وأخذ معاه الكاس، وأخذ معاه كاس مجلس التعاون كأول بطولة، وأخذ معاه بطولة آسيا، وايضا اخذ دوره تاهل عن طريق اولمبياد لوس انجلوس، واخذ كاس. نعم، اسيا. يعني صراحه طبعًا مدرب اسطوره. اي والله اسطوره. لا اسطوره طبعا، ونفتخر فيه صراحه. طبعًا. ابو ابراهيم المدربين عسى الله يشافيه ان شاء الله ويعطيه الصحه والعافيه، هو وصالح زكريا ومجموعه من المدربين مثل عمو بابا ايضا، يعني مدربين صراحه اضوا على الكره في بلدان. نعم، الملك فهد يهنئ المنتخب السعودي هاتفيا، ما شاء الله الملك فهد الله يرحمه دائما يعني يدعم منتخب سعودي. طبعا احنا اجرى الملك فهد بن عبد العزيز عاهل السعودي مكالمة هاتفية مع رئيس الوفد السعودي فهد بن سلطان، وهنأ على الفوز اللي حققه المنتخب السعودي على الكويت، وتمنى للوفد تكملة المسيرة في اولمبياد لوس انجلوس. يعني احنا دائما الاخبار على الكويت للكويت، نحاول ان طبعا نحاول يعني نبرزها للمشاهدين. ولقد لقيت المكالمه يتلقاها اعضاء الوفد السعودي ارتياحا كبيرا لدى الوفد واللاعبين السعوديين، هذا 4-1 فازوا المنتخب السعودي الشقيق على المنتخب الكويت. 16 مليون دولار ارباح لوس انجلوس. وفهد قال مسؤول في اللجنه المنظمه للدوره الاولمبيه في لوس انجلوس بان واردات الدوره من البطاقات والدعايات وغيرها سوف تبلغ اكثر من 500 مليون دولار، واذا حسبنا المصاريف الاجماليه للدوره فيكون المبلغ المتبقي هو 16 مليون دولار ارباح البطوله. في متكلمين عن مشكلة الطعام في لوس أنجلوس، يقول لك المختصون في تأمين مواد غذائية للزائرين الأجانب في لوس أنجلوس قالوا بأن قيمة المواد الغذائية التي ستستهلك أثناء الدورة تقدر ب 115 مليون دولار، وأن المستفيد الأعظم من أرباح هذه العملية هي المؤسسات الخاصة من المطاعم، وطبعا مطاعم فخمة وبائعون متجولون الهمبرجر والهدوغز ومنعشات المتنوعة من ليمون إلى البرتقال وعصير التفاح والأناناس. شايك يطلع فاصل بازي. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا ومع مجلة الرياضي في أبريل 1984. كانت تتكلم عن تصفيات لوس أنجلوس في سنغافورة. نعم، التصفيات النهائية لأبطال مجموعة الآسيوية لوس أنجلوس سنغافورة من 14 إلى 19 أبريل عام 1984. نجوم الخليج ملأوا سماء سنغافورة تألقا. من 14 ولا من 4؟ من 14 مكتوب إلى 29. إلى 29 صحيح. نعم، من 14 إلى 29 أبريل. صحيح. تصفيات كانت. صحيح. نجوم الخليج ملأوا أسماء سنغافورة تألقا وإبداعا. خرجت الكويت والأمل بالعراق. محبوب، هذه صورة في لعبة باكورد أمام مرمى نيوزيلندا. هذه صورة لمنتخب السعودية وصورة لماجد عبد الله. سعودية وقطر إلى أولمبياد لوس أنجلوس. صورة لمحيس الجمعان وصورة لحسين سعيد وصورة لمنصور مفتاح، أفضل لاعبي الخليج في ذاك الوقت. صحيح، هذه بداية انطلاقة محيسن الجمعان، وكان ينافس ماجد عبد الله على صديق 84 فريق قطر. مو سهل. لا مو سهل. يعني كانوا يان مجموعة التصفيات الأولية، يعني بكأس الخليج ترى خسر 84 بقصب ركلات ترجيح وضيع ثلاث فرص. صحيح. إنه يحسم بطولة لصالحه. صحيح. وتصفيات لوس أنجلوس يعني تأهل. كانوا يان مجموعتنا ما فزنا عليه. إيه نعم. تعادلنا بقطر 1-0 وتعادلنا بالكويت 2-2. كانوا هم المتقدمين علينا 2-1. طبعا اقلى نقطتين للعراق فقد ازاح كابوس تايلند. نقطتين يعني بالفوز ذاك الوقت قبل لا يصير ثلاث نقاط عشان نوضحها للمشاهدين. طبعا مع بدايه اليوم السابع بدات ملامح تفوق الكره الخليجيه، فقد كسبت العراق اقلى نقطتين فوزها على تايلند 2-1، وفازت ماليزيا على اليابان 2-1. الله، شوف منتخب اليابان وقتها ترى فهد يعني ما كان زين. الله، هاي صوره لخليل شويعر. منتخب قطر هزم تايلند والدفع نحو الصدارة. البحرين فريق المتطور والكويت خيب التوقعات. صحيح. صورة لصالح خليفة. نجوم الأخضر أزاحوا الكويت وأسقطوا كوريا. نجم من مباراتنا مع السعودية. نعم. صالح خليفة. نعم. الأهداف الأربعة كلها عن طريق الكابتن. نعم. صالح خليفة. لكن أنا بقول لك أن المنتخبات اللي تأهلوا للوس أنجلوس ثلاث منتخبات. نعم. خليجية، السعودية، قطر، العراق. نعم. وقبلها بدورة الألعاب الآسيوية في نيو دلهي 82 ثلاث منتخبات خليجية هم اللي كانوا في المقدمة. العراق بطل الدورة، الكويت الثاني، السعودية الثالث. نعم. معيوف والدخيل من أفضل 10 لاعبين في التصفيات. صحيح. اختار رجال الصحافة الماليزيون والسنغافوريون أفضل 10 لاعبين في التصفيات، وقد جاء كل من فيصل الدخيل وعبد الله معيوف من بين هؤلاء اللاعبين العشرة. يستاهلون بفواز وبفواز. وهم إذا تبي أقولهم فهد، قلب دفاع ماليزيا شوتيسن، وحمود سلطان حارس مرمى البحرين، وكريم علاوي مدافع العراق وزميله ناطق شاكر، مهاجم تايلند بيابونغ، وماجد عبد الله مهاجم السعوديه، وجناحي من منتخب اليابان كازوشي، ومهاجم كوريا الجنوبيه تشوسون هو. الزياني يرقص فرحا. طبعا اخر خبر لم يتمالك خليل الزياني مدرب منتخب السعودي نفسه بعد فوز فريقه، ففقد السيطره على اعصابه وهلل مع الجمهور وتعانق مع كل من دفع نحو شارك اللاعبين فرحتهم بالرقص والغناء في غرفة الملابس بعد المباراة. يستاهلون المنتخب السعودي. وصلنا التجوري أبو غازي. والله عندنا صورة جميلة أبو فهد. بيتر شيلتون. بيتر شيلتون. وهذا طبعا حارس مرمى. هذا حارس توم فيلا نيجل سبينك، لكن هذه الصورة الفوق بيتر شيلتون. أنا بيتر شيلتون 83 كان حارس مرمى ديربي كاونتي، لأنه قبله كان حارس مرمى نوتنغهام فورست وحارس مرمى منتخب ترى عمره انجلترا. لعب كم بطولة؟ لعب ثلاث بطولات كأس عالم. وهو مثل دينو زوف مال إيطاليا. كوتشي إيطاليا. حراس المرمى أعمارهم طويلة. صلاحية على قولتهم أطول فترة صلاحية. مع الصورة الجميلة لنجم وكابتن منتخب انجلترا بيتر شيلتون نصل. أعزائي المشاهدين، نهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مع السلامة. Thank you.